t'entends. Ouais. Ok. Ouais, le français. Ok. Ok. Yes. Ok. En anglais, ouais. Ok, parfait. Ouais, c'est bon. En plus, elles sont cool, les chaises. Ah ouais. Enfin, pour les régler, il faut faire un peu un master presque, mais. Y a plein de trucs partout. Ouais, c'est bon, je t'entends. Ouais. Français. Ok. Ouais, mais tu m'écoutes, tu m'entends? Fais un poste. Arabique. Allô Jojo. Alors la 5 arabe, la 1 OK. Vas-y, mon ami. Jean-Louis. Test. Les trois langues sur un poste. En train de faire des réglages, je crois, pour l'instant, mais vous pouvez aller leur demander dans la cabine.
Pierre-Louis. Pierre-Louis. Pierre. 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 On les teste. Pierre. Un, deux, un, deux.
1, 2. À qui sont les dossiers du mur de LED? Ah, c'est à vous? Ok. Un, deux. T'as revissé tous les micros, Jonathan Lambert? Bonjour Anthony.
C'est bon, plus besoin? Plus besoin d'une silhouette svelte?
Just to let you know, although time has begun at this point, we're waiting to get our full panel seated. Will be another minute or two. Welcome all of you to the IGF main session on technical and operational issues, and we'll be focusing on content blocking and filtering today. The session today was organized by the technical community's two MAG members, Sylvia Cadena here, who's head of programs at APNIC Foundation, and at the opposite end, Suman Sabir, who's the CTO of Fiber at Home, broadband and backbone fiber provider in Bangladesh. We're very grateful to Sylvia and Suman for organizing this session. This is a kind of rare event for the technical community to have a main session at the IGF. I'd like to have Sylvia come up for just a moment to tell us about the process for remote Q&A and to help set the stage. Thank you, Bill. My name is Silvia Cadena. Welcome everybody to the main session on technical. مرحبا بكم في هذه الجلسة العامة الخاصة بحجب المضامين والفلترز. Questions and comments using the system that the IGF Secretariat has. سوف نستخدم النظام الذي وضعته الأمانة وهنالك speaking queue الصف لطرح الأسئلة يمكن أن تدخل على الموقع الأساسي وهنالك رابط لكي تضيفوا اسمكم وتقولوا أنكم ستطرحوا أسئلة. طبعا سننظر إلى الأيدي المرفوعة في القاعة ولكن من الأفضل أن تستخدموا هذا النظام الإلكتروني لتسجيل أسمائكم. هنالك أيضا خدمات ترجمة باللغات الرسمية في كل الجلسات. إذا يمكن أيضا أن تطلعوا على المحضر الكتابي لكل الجلسات الذي يظهر على الشاشة. هنالك أشخاص يشاركون من جميع أنحاء العالم. ونريد منكم أن تطلعوا زملائكم الذين لا يحضرون هذه الجلسات عما يجري. We have only 80 minutes and we have a lot of valuable. هنالك 80
دقيقة مخصصة لهذه الجلسة. إذن المتحدثان الأولان هم من الماج، ثم سنفسر بعض العمليات الفنية الخاصة بالحجب والغربلة البلوكينج والفلترينج، ثم سيتحدث ممثل المجتمع المدني عن البلوكينج والفلترينج وكذلك الشباب. إذن ننتقل إلى دانكو من ماج، المجموعة الاستشارية متعددة الأطراف. هو دار سجل السي سي بي من صربيا، وسيث هو من فايبر ات هوم كما ذكرت آنفا، وهو يرأس مجتمع الانترنت في بنغلاديش منذ 20 سنة. Thank you, Bill. شكرا لك يا بيل. سنبدأ هذه الجلسة. الانترنت قد نضج، وليس هنالك أيضا الآن فاصل بين العالم الواقعي والعالم الإلكتروني، وبالتالي فالحجب والفلترينج أدوات الغربة التصفية هي أساسية، والإنترنت إذن أصبح مختلفا. وخلال هذه الجلسة سنقدم مجموعة من الأسباب التي تجعلنا نحتاج إلى الحجب والتصفية. سنحاول عدم التركيز على المسائل السياسية، وسنناقش تطبيقات هذه التكنولوجيات الجديدة وتطبيقاتها التشغيلية، وكيف يمكن أن تنسحب على العديد من التكنولوجيات. تحتاج إلى حلول فنية لمشاكل الإنترنت فيما يتعلق بالدي ان اس، نظام اسماء المواقع واشياء اخرى. نحن نعتقد ان حجب وتصفيه المحتويات او المضامين تكون ضروريه احيانا، ولكن يجب ان تتم العنايه الواجبه قبل ذلك من الجانب الفني، وان يتم ذلك بشكل سليم قانونيا. دور المنتدى يتمثل في مناقشه كل هذه المسائل، ونعتقد انه من الاهميه بمكان أن نأخذ في الاعتبار آراء كل أصحاب الشأن، وأن ننشر الممارسات الفضلة لكي نفهم ما الذي يجب القيام به، وماذا يمكن أن تكون تبعات المقاربات المختلفة التي قد ننتهجها. ويجب أن نفعل كل هذا لمصلحة الإنترنت ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة. شكرا. شكرا لك يا بيل. نحن نقوم بتصفية المحتويات أو المضامين منذ وقت طويل، وذلك لحماية أطفالنا مثلا. وفي بعض المكاتب أو أماكن العمل تتم تصفية المحتويات لتوفير الوقت ولكي يبقى الموظفون مركزين في العمل، وأيضا تتم التصفية أحيانا لحماية البنى التحتية. ولكن هنالك توجه جديد يتمثل في حجب الحكومات لمضامين الانترنت في بعض الدول، واحيانا يطلب من بعض منتديات الانترنت ان تساعد الحكومات على حجب المضامين. يتم احيانا تصفية عناوين بروتوكول الانترنت الاي بي ادريسز، ونلاحظ أيضا أن بعض الدول تقوم بالتصفية لبعض المواقع، وهنالك أيضا تصفية الدي ان اس أصبحت منتشرة. إذن الحجب باستخدام الـ DNS نظام أسماء المواقع.
ونرى أيضا أحيانا أن الحكومات تستعين بمقدمي المضامين، الشركات الكبيرة التي تنتج المضامين لمساعدتها على الحجب. إذا نظرنا إلى تقارير جوجل وفيسبوك نرى أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر في جميع أنحاء العالم، والسبب الأساسي هو الأمن الوطني. إذن الحكومات تقوم بالحجب حماية، أو تقول أنه هذا لحماية أمنها الوطني. فهناك تحديات أمنية كثيرة. شكرا. سنستمع إلى شخصين من المجتمع الفني سوف يناقشان الآليات المستخدمة للتصفية والحجب. بيتر كوتش هو من دينك من ألمانيا، وقدم مساهمات جليلة في مجال حوكمة الإنترنت. أندرو سوليفان هو من مجموعة حوكمة الأدياف، وأصبح مؤخرا مدير الأيسوك مجتمع الإنترنت. بيتر سيحدثنا عن الحجب في الاي بي والحجب على مستوى الدي ان اس. شكرا للمنظمين، ارحب بهذه الفرصه للحديث عن اليات الحجب، واريد ان اقول انه عندما اذكر احدى التكنولوجيات هذا لا يعني انني ادعمها او انتقدها. بالنسبة لحجب المحتويات، ينبغي أن نفهم أنه على شبكة الإنترنت أي شيء ينشر أو يبث على الإنترنت يقسم إلى كتلات صغيرة أو حزمات صغيرة، إذن يفكك قبل أن يبث. إذن المحتوى لا يظهر بأكمله على الشبكة إذ يقسم إلى هذه الأجزاء الصغيرة، وبالتالي لا يمكن إصدار حكم بشأنه أو تفتيشه بالكامل إلا في نهاية المطاف أو في البداية، إذن في المصدر أو المقصد. هنالك وسائل للحد من الوصول إلى بعض المحتويات، وهي تعاني إنجاز القول من هذه أو من استحالة الوصول إلى المحتويات بأكملها. إذا نستخدم تشبيهات لوصف هذه الظاهرة، والعديد من الوسائل ستحجب أو ستمنع الوصول إلى بعض النظم أو بعض مستضيفي المواقع أو بعض أسماء المواقع، ولاحقا سنتحدث عن هذه النقطة. فهذا له تبعات على نجاعة وفعالية هذه الوسائل المستخدمة. سأعود إلى السؤال الذي طرحه بيل. أسهل شيء يمكن أن تقوم به الشركات مثلا إذا كان الموظفون يريدون زيارة موقع معين على الإنترنت والوصول إلى محتويات لا تريد الشركات أن يصلوا إليها، فيمكن حجب عنوان الاي بي، عنوان بروتوكول الإنترنت. هنالك نظام يربط الشركة الشركة بالشبكة، إذن يمكن الحجب، وهكذا لا يمكن للموظفين أن يدخلوا على ذلك العنوان. لن أدخل في كل التفاصيل، ولكن يمكن أن أقول أن هنالك تكنولوجيات تخدم مصلحة الإنترنت إنجاز القول، وتخفف من اللود سبايكس، وتساعد على توزيع المحتويات. إذن حجب عناوين بروتوكول الإنترنت الاي بي ادريسز هو سهل، ولكن يمكن عكسه أيضا أو التغلب على هذا الحجب. مثال ثاني، إذا قرر شخص أن هنالك مستضيف هوست يوزع محتويات سيئة،
إذن يمكن استخدام البلاك هول لعنوان بروتوكول الإنترنت أو مجموعة من عناوين بروتوكولات الإنترنت. هذا يمكن القيام به في المستوى الأسفل من تدفق الحزمات المختلفة عبر الإنترنت الباكيتس. هذه آلية يمكن استخدامها شريطة أن يكون هنالك إطار تنظيمي مناسب. ولكن الISP يجب أن يفعل ذلك بمفرده أو يحصل على أوامر للقيام بذلك. وكلما ابتعدنا عن مصدر المحتويات كلما احتجنا للمزيد من الأطراف للتدخل ومنع حزمات البيانات أو حزمات المضامين من الانتشار أو التنقل على الإنترنت. إذا دخلت على موقع على الإنترنت ويجب أن تتذكر أنه يمكن حجب ليس فقط المحتويات ولكن أشياء أخرى أيضا، ربما يتسع الوقت لاحقا لكي أتطرق إليها. وهنالك أيضا نظام أسماء المواقع الـ DNS وهو نظام التعريف على الإنترنت. هنالك للتعريف عناوين بروتوكولات الإنترنت، هنالك أيضا الـ DNS نظام أسماء المواقع. و أسماء المواقع عادة تكون مرتبطة بعنوان بروتوكولات إنترنت IP addresses، وأحيانا يحاول الأشخاص حجب المحتويات من خلال التدخل على مستوى الISP لمنع ترجمة اسم العنوان إلى بريد إلى عنوان بروتوكول إنترنت، فتحتاج إلى هذا العنوان الIP address للاطلاع على المحتويات. هنالك ما يسمى domain name takedown، وهذا يحصل في مرحلة أخرى. إذا كان لك اسم موقع domain name يعتقد الناس أنه فيه محتويات سيئة، وطبعا هذا شيء يجب الاتفاق عليه. إذا يمكن استخدام هذه التقنية إذا كان هنالك اسم موقع للوصول إلى محتويات، فيمكن عرقلة اسم الموقع. وأريد أن أقول أيضا أن هنالك أشكال مختلفة من المضامين أو المحتويات. هنالك تلك التي يحاول المستهلك الوصول إليها، ثم هنالك مواقع مثل مواقع الفيشنج لا يريد المستهلك الدخول إليها. وبالنسبة لهذه الآليات التي ذكرتها فهي تستخدم بالنسبة للمضامين التي يريد الناس الوصول إليها وتلك التي لا يريدون الدخول إليها. وهنالك العديد من الوسائل مثل البوتنت مثلا. شكرا. كما قال بيتر فهنالك مجموعة من الآليات لحجب نقطة الوصول، نقطة النهاية. إذن لا تحجب المضامين، تحجب النقطة التي تأتي منها المضامين ونقطة الوصول، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى هذه المضامين. وهذه خاصية هامة في طريقة عمل الإنترنت. هنالك شيء يجب أن تتذكره أنه صحيح من جهة ولكنه ليس صحيح من جهة أخرى. الإنترنت شبكة واحدة، هنالك الإنترنت العالمي يمكن أن تصل إليه من خلال الأسماء والعناوين، ولكن طبعا الإنترنت أيضا هو
شبكة من الشبكات، وهذا يعني أنه لا يمكن أن تحشب العملية في مكان في المصدر، وفي الوصول يجب أن تحجب في أماكن عدة في الشبكات المختلفة. إذا أردت أن تحجب شيئا بطريقة فعالة، فيجب أن تتذكر أنه ليس هنالك مركز للشبكات، إذا كل شبكة يجب أن تقوم بالحجب، ويجب أن تحجب نقطة الوصول وليس المضامين نفسها إلا في حالة استثنائية. إن مجلس بنية الإنترنت في RC7774 الذي يتحدث عن آليات الحجب وتصفية المضامين، هذه وثيقة إعلامية RFC7754، وما يرد في الوثيقة واضح ويقول أن هذا للتفسير فقط وليس لاستخدام هذه الآليات. إن لم تكن تريد أن تحجب مضيف مضمون، فيمكن أن تفعل أشياء أخرى. يمكن أن تفعل هذا باستخدام فلتر يبحث عن أنواع معينة من المضامين ثم يحجبها. وكما قال زميلي فهذا صعب، لأن المضامين تتنقل عبر الإنترنت في حزمات صغيرة وليس كاملة. إذن يجب التعرف على هذه الكتل وحجبها. هناك نظم متطورة جدا قادرة على القيام بهذا على الإنترنت، ولكن يجب أن تراعوا أن اعتراض هذه الآلية التي تتمثل في اعتراض حزم البيانات لا تعرف إن كانت هذه عملية شرعية أو إن كان هنالك شخص يقوم باعتراض حركة مضامينك، ونحن لا نريد أن يقوم الناس بالاعتراض لأننا نقوم بعملياتنا المصرفية على الإنترنت، وبالتالي نشفر باستخدام Transport Layer Security TLS. وآخر نسخة للـ TLS مصممة خصيصاً لجعل اعتراض المضامين أكثر صعوبة، وبالتالي فالفلترز آلية التصفية أصبحت أصعب. الصعوبة التي نواجهها هي أن حجب المضامين وهو عملية معقدة، وحجب أجزاء من هذه المضامين شيئان مختلفان. ويجب أن نتحدث عن المستوى السفلي الفني الذي ليس متسقا مع السياسة. مثلا إذا كنت لا تريد أن تدخل المياه إلى أسس بيتك، فتقوم بحجب كل حفرة صغيرة لمنع جزيئات ماء من الدخول، وهذا ما نحن بصدد القيام به. هنالك طريقة أخرى للتصفية والحجب على الإنترنت، وهذه ليست وسيلة فنية، ومن المهم تذكرها، فأحياناً لا يتذكر الناس هذا. إعلانات الإنزال (take down notices) تقول أنت الذي تنشر هذه المحتويات يجب أن تنزع ما نشرته، وإلا ستتعرض إلى الملاحقة القانونية. وهذا الهدف من العديد من السياسات القيام بذلك، ولكن على المستوى الفني ليست هنالك آلية للقيام بذلك، وهذه مشكلة. فنريد تحقيق شيء فني، ولكن ليست لدينا الآليات الفنية للقيام بما نريد. إذن سأتوقف وأعطي الكلمة لسيباستيان. هل هنالك أسئلة؟ سنتوقف عدة مرات خلال هذه الجلسة للاستماع إلى الأسئلة. هل لديكم أسئلة بخصوص الآليات الفنية؟ تفضلوا. Okay. I'm Nebo Shregoy from أنا من بوسنا الهرسك، وأنا عضو في الماج المجموعة الاستشارية. سؤالي هو التالي: من يمكن له أن يضمن عدم سوء استخدام عملية الحجب هذه البلوكينج؟ هل هنالك آليات يمكن أن نستخدمها لمنع ذوي النوايا السيئة من الحجب؟
ولكي نضمن أنه يتم الحج بطريقة شرعية قانونية؟ الجواب لا، بكل بساطة لا. الناس سيقولون لك نعم، ولكن الجواب هو لا. نقوم بشيئين عندما نقوم بالحجب: نحجب المضيف النهائي الاند هوست، المكان الذي تصل إليه هذه البيانات. من وجهة نظر البيانات، من وجهة نظر الانترنت، كل الأشياء متساوية، لا يمكن أن تميز المواضيع عن المضامين عن غيرها. سواء قمت بحجب الدي ان اس او عنوان الاي بي، فانت تحجب كل شيء. اذا تحجب ايضا الوصول الى مضامين جيده، انجاز القول. ليست هنالك طريقه باستخدام الخوارزميات لمعرفه اذا كان الحجب شرعيا ام لا. يمكن فقط ان تتعرف على المضيف الذي حجبته وتدفق المضامين. الكتل البيانات ليس مكتوب عليها هل هي شريرة أم لا. أنتم تضحكون، لأنه إذا كان من الأفضل لو كانت هذه الحزمات تتنقل ومكتوب عليها شريرة أو غير شريرة. إذا ليست هنالك طريقة للتأكد من أن ما تقوم به هو جيد. أريد توضيحا للسؤال، هل أنت تسأل هل هنالك طريقة لكي يقوم مجتمع الإنترنت بالتعامل مع الحكومات التي تطلب حجب بعض الأمور أو بعض المضامين؟ هل تسأل إن كان بالنسبة للفنيين أن يتعرفوا على ما إن كان هذا الطلب شرعيا أم لا؟ أو هل تسأل هل يمكن لأطراف سيئة نوايا إنجاز القول أن تحجب؟ الجواب: أنا كنت أفكر في بعض الأطراف الفاعلة الشريرة إنجاز القول وذات النوايا السيئة التي تستهدف مواقع أو مصادر معلومات. لقد تمت الإجابة على سؤالي. إذا كان غير الممكن التعرف أو على أصحاب النوايا السيئة، فهذا يسري أيضا على الحكومات، وكما قلنا يجب أن يكون هنالك تدخل قانوني. زميلي تقدم بتشبيهات كثيرة، سأقدم تشبيها آخر. مثلا إذا قمت بحجب الوصول إلى المناطق التي فيها الدعارة، قمت بتطويق المنطقة، ولكن في هذه الحالة سيارة إسعاف أيضا لا يمكن أن تدخل إلى هذا المكان. تقنية الحجب هي حيادية إن جاز القول، لا تفهم طبيعة التدخل، لا تصدر حكما. هنالك أطراف أخرى يجب أن تصدر حكما، أما الوسائل الفنية فلا يمكن أن تصدر أحكام على النية من وراء الحجب. هذا يحتاج إلى قرار يتخذه إنسان، خاصة لأنه بالنسبة لحجب الدي ان اس والاي بي ادرس هذه التقنيات مجردة جدا، لا تنظر في طبيعة المحتويات التي تحتجبها. كأننا ننظر إلى بيت ونعرف أن هنالك شيء سيء يدور داخل هذا البيت، وبالتالي ندمره أو نسكره. Now we're going to move on. سننتقل الآن إلى الحكومات. سيباستيان سوريانو يعمل لعدة سنوات في الهيئة الناظمة للاتصالات الإلكترونية، وهو أيضا عضو في الاتحاد الأوروبي للاتصالات. هل يمكن لك سيباستيان أن تعطينا رأيك ومن طرف الحكومات حول مسائل التنظيم؟ شكرا.
إنني أحب هذه الجملة التي تقول بأن المعلومات يجب أن تكون حرة، وأعني بذلك حرية التعبير. لذلك فإن هذا يعني حسناً عندما تتعلق الأمور بالحواسيب وبالشبكات يمكنك مراقبة كل شيء، وهذا ينطوي على أخبار سيئة وأخبار سعيدة أيضا. فهذا أي نعرف تماما بأن الشبكات تنطوي على منافع وعلى فرص جاهزة عديدة. أما الجانب السيء هو تلك التهديدات التي يمكن أن تمثلها الشبكة وما يستخدم عبر الشبكة على المجتمعات. وبالتالي فإن هذه الحرية وضمان هذه الحرية وصونها يتعلق بكل بلد، وذلك بناء على ثقافة البلد، الانتماءات الدينية، الانتماءات الثقافية، أو ما هي الفرص المتاحة في كل بلد. فلكل بلد نهجه المختلف، ويجب أن نبقي في أذهاننا وأن فعلا نؤكد على أنه ليس هناك من نموذج واحد يمكن تطبيقه في كل مكان وفي كل بلد. ففي أوروبا على سبيل المثال كيف يمكن فعلا ما نفعله؟ فالرئيس ماكرون قبل يومين أشار إلى ذلك في خطابه، وما قاله هو أن هناك عدة ممارسات عبر شبكة الإنترنت التي ليس من المرحب بها أو غير مرغوب بها. أولاً استخدام الإنترنت من أجل هجمات سيبرنية، أو استخدام الإنترنت من أجل نشر أخبار ملفقة أو كاذبة، وذلك لأغراض انتخابية في بلد ما وللتأثير عليها. الاستخدامات السيئة قد تكون عدم احترام الملكية الفكرية، وبالتالي سرقة هذه النماذج الموضوعة على الإنترنت من أجل اعتبارات تجارية وللمنفعة التجارية. ففي الولايات المتحدة هناك مثلاً المادة الأولى التي غير موجودة في أوروبا. وبالتالي السؤال المطروح هو كيف ينبغي التعاطي مع ذلك؟ ففي أوروبا هناك مبدأان أساسيان، أولا هو حياد الشبكة، والثاني هو وضع البلد المضيف، وبالتالي الالتزامات التي ينبغي أن تكون للشركات المعنية. في ما يتعلق بحياد الشبكة يعني هذا أن الشبكة هي شبكة حرة وليس فيها من مراقبة مركزية. أما التهديد في هذا المجال هو أن مزودي خدمات الإنترنت فيما لو وجدوا أنفسهم في عنق زجاجة أن ينتهزوا تلك الفرصة لتجاوز مبدأ الحياد أو الحيادية. لذلك فإن ذلك أعتقد بأنكم قد قدمتموني على أنني ممثل حكومي، ونحن كهيئة نحن هيئة مستقلة عن الحكومات، نحن هيئة ناظمة. فإن الهيئات الناظمة للاتصالات في أوروبا إنما تتمتع بالاستقلالية اللازمة لكي تفرض حيادية الشبكة، وفي نفس الوقت ضمان حرية المستخدمين لاستخدام
حسب الخيار، حسب خيارهم أو اختيارهم المضمون الذي يريدونه. وفيما يتعلق بوضع الشركات المزودة للخدمات، فنعتبر في أوروبا بأن هذه، فعندما تكون شركة أو مزود خدمات يتجاوز أو يغض النظر عن مضمون سيء أو مؤذن للمجتمع، نعتبر بأن هذه الشركة أو المزود قد أخل بالتزاماته المعنوية والأخلاقية. والمهم بالنسبة لنا هو أن تجري الأمور في إطار شفاف من ضمن إجراءات شفافة يكون فيها احترام الحقوق الإنسانية مبدأ أساسيا. ولذلك فنحن نضع ضمانات لكي يجري احترام هذه المبادئ، لا سيما فيما يتعلق باحترام الحقوق الإنسانية. ما يمكنني قوله بهذا الصدد أيضا هو ما قاله أيضا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي في خطابه قبل يومين، أي أنه أشار إلى إنشاء وضع جديد. وهذا لا يعني أنه ينبغي تغيير وضع كل الشركات المضيفة، ولكن تصنيف الخدمات عبر الشاشة، وذلك من أجل عرقلة أو تخفيف سرعة، لو صح التعبير، انتشار بعض المضامين. وقد أشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيجري بهذا الصدد وضع نموذج بدءا بفيسبوك، وأن عدة فرق فرنسية تقنية متخصصة ستشارك في هذه الإجراءات النموذجية، وسنبدأ ونباشر بذلك منذ منتصف العام المقبل. شكرا. لقد أشرتم إلى الحياد في حديثكم، فإن حجب المضمون عبر التصفية على ضوء ما قلتموه على صعيد الحيادي أو الحيادية، أي أنه قد يكون لتلك الشبكات التي يكون أداؤها عالٍ يمكن الإساءة لها، أو بالأحرى الإضرار عفوا بأدائها. أو يمكن أيضا فرض رسوم أعلى لقاء استخدام بعض المضامين، وهذا يجب من وجهة النظر التقنية. لذلك نحن بحاجة للهيئات الناظمة، لأن الهيئة الناظمة هي القادرة فعلا على التعاطي مع هذه المسائل. هذا هو الفرق بين، وقد أشرتم إلى الفرق بين الولايات المتحدة وأوروبا. فالولايات المتحدة لا يمكن اعتبارها، أو بالأحرى ناشطة على الصعيد الحكومي فيما يتعلق بنظم الشبكة أو الأسواق المرتبطة بالشبكة، بل على العكس من ذلك هناك حرية كاملة لتدفق هذه المعلومات من الولايات المتحدة ونحو أنحاء العالم الأخرى، لا سيما وأن أهم شركات الإنترنت متواجدة في الولايات المتحدة.
وهذا يعني أيضا من جانب آخر بأن الهيئات الناظمة الأوروبية لها تقوم أو بالأحرى ينبغي لها القيام بعمل أهم وأعلى، ولكن هذا يعني أيضا بأنها تستفيد من هذه التدفقات المعلوماتية لو تمكنا من استخدام هذا التعبير. شكرا لسيباستيان. هل لديكم أسئلة حول ما قاله سيباستيان حتى الآن؟ أنا ناتاشا غلاور من كرواتيا وأحد أعضاء الماج الفريق الاستشاري. فيما يتعلق بخطاب الرئيس ماكرون الذي أشرتم إليه، وفيما يتعلق بإدخال خدمات جديدة من أجل منع سرعة انتشار بعض المضامين من خلال بعض التقنيات، هل أنه يعني ذلك بأنه سيجري إدخال آليات جديدة أو أن المسائل لازالت على صعيد الدراسة؟ المطلوب أو المهم هو إمكانية الاعتراف أو التعرف والتفريق بين لنقول مدون ومدون آخر على الشبكة، فهذا بالنسبة لنا أي هذه الآلية هي بمثابة شبكة تلتقط تلك الأسماك لنقول المؤذية أو السيئة ومنعها من الانتشار بسرعة. ما سيجري فرضه فعلا هو السؤال المعقد، وأريد بهذا الخصوص أن أثير انتباهكم إلى دراسة مهمة جدا حول كيف يمكن فعلا التفكير بآلية جديدة أو تقنية جديدة بتك. وقد صدرت هذه الدراسة عن مؤسسة توني بلير، والفكرة قد تكمن بجانب مسألة المضمون، ليس فرض أو إلزام المزود على السماح بهذا المضمون أو ذاك، بل ستكون مهمة الهيئة الناظمة هي مراقبة ما يجري على الشبكة فيما يتعلق بالمضامين، وليس فعلا القيام بالاهتمام بالتفاصيل بأصغر التفاصيل، وذلك يعني أيضا أنه على صعيد السياسات المعتمدة هو التأكد فعلا مما يجري على شبكة وليس الحلول مكان المزودين. هل هناك من أسئلة أخرى؟ شكرا جزيلا. سؤال يتوجه لسيد سورانو. في الواقع عندما نتحدث عن كل تلك الممارسات السيئة أو المؤذية، أكان ذلك يتعلق بخطاب الكراهية أو المعلومات الملفقة أو الكاذبة إلى ما هنالك، أذكر الأمثلة التي ذكرتموها. المشكلة أو المسألة تتعلق بالعلاقة مع حرية التعبير، ولكن ذلك يتعلق أو بالأحرى حرية التعبير يجب أن تنسحب على كل وسائل الإعلام، فالإذاعات والتلفزيونات والمضامين التي تنشرها هي أيضا تدخل في هذا النطاق. هذا يجب أخذه أو وضعه في إطار فعلا ما هو مؤذن أو ما هو سيء أو إساءة استعمال أي شيء ما، ولكن حرية التعبير يجب أن تنسحب على الجميع مهما كانت، بل
العلاقة، العلاقة يجب أن تكون مختلفة دون أن تكون هناك، أن يكون هناك مس لو أمكن بمبدأ حرية التعبير. فلو بدأنا فعلا بذلك فهذا يعني أن مبدأ حرية التعبير هي مسألة متغيرة ومختلفة يمكن فعلا استخدامها حسب مآربنا ومشاربنا. شكرا. المبدأ هو نفسه. نعم أنا أوافقكم الرأي، فإن التوازن بين الحريات لا سيما حرية التعبير والتهديد أي تهديد آخر يمارس على المجتمع ويستخدم ذلك بغض النظر أو مهما كانت التكنولوجيا المستخدمة رقمية أو ورقية أو غيرها، فإنني ألتقي بكم فيما يتعلق بضرورة فعلا التفكير ماليا بين كل هذه الحريات، علما بأن لكل نوع من التكنولوجيات هذه له خصوصياته، فيجب فعلا كما قلنا أن تبقى المعلومات حرة، ولكن هناك من خلال هذه الخصائص لكل الشبكة مثلا تنطوي على منافع عديدة فيما يتعلق بالمعلومات بحرية المعلومات. لذلك المسألة تتعلق بالتوازن، لذلك التوازن الذي ينبغي أخذ كل خصوصية نوع بعين الاعتبار. سننتقل الآن إلى ممثلي المجتمع المدني فيما يتعلق بحرية التعبير والإنترنت. آيرين بوتنتو وهي باحثة اجتماعية في جامعة تورونتو، وألكسندر إيزافين يمثل المجتمع المدني أيضا حيث أنه يعمل في شركة حماية الإنترنت. آيرين أولا شكرا جزيلا لمن نظموا هذه الطاولة المستديرة، وشكرا لتوجيه الدعوة لي للمشاركة فيها. فيما أنا أعمل كما قلتم في سيتيزن لاب في جامعة تورونتو، خاصة فيما يتعلق باحترام وحماية الحقوق الإنسانية. لقد ربما قد سمعتم بالمشروع الذي نقوم بالعمل عليه في جامعة تورونتو فيما يتعلق بتصفية المعلومات التي تتدفق عبر الإنترنت. وهذه الممارسات يمكن تبريرها فعلا باعتبارات كثيرة، من بينها اعتبارات الأمن القومي أو حماية المجتمع من التهديدات الإرهابية أو حماية الأطفال من الأفلام الخلاعية وغيرها. ولقد قمنا أيضا بدراسات حول تأثير هذه المضامين على المجتمع، وفي الواقع فإن العديد من هذه المنتجات هي منتجات غربية كيف نقوم من خلال أبحاثنا بقياس بقياس الرقابة. وما وجدناه هو فهناك مثلا كيف يمكن هناك مثلا
حجب أو إيقاف هذه المعلومات عبر الإنترنت، سواء ذلك بشكل مفرط أو بشكل غير كاف. وقمنا في دراستنا أيضا بتصنيف كل هذه الإجراءات أو عمليات التصفية. وكيف يمكن فعلا حجب هذه المواقع أو مضامين هذه المواقع؟ وهذا يعني أنه يجب مراقبة هذه المعلومات وتدفقاتها بشكل متساو، أي ما يتسم بالشفافية العالية. وإن الخطر يكمن هنا فعلا في إطار النظم أو الأنظمة الديمقراطية في كيفية إيقاف كل ذلك دون المساس بالديمقراطية وحرية التعبير. وفي كندا فلقد قمنا بتحديد تلك الشركات التي تقوم بإنتاج مثل هذه المضامين. وقمنا أيضا بتحديد عدد من التقنيات الخاصة بحجب هذه المضامين. وفي عدد من البلدان لا يجري حجبها، وذلك لعدم تصنيفها بالشكل المطلوب أو بالشكل السليم، لا سيما تلك الأفلام الخلاعية. وهذا يتوقف أيضا إلى أبعد الحدود على طراز الحياة في هذا المكان أو في هذا البلد أو غيره. ويمكن في هذه الحالة الاعتماد على عدد من المنظمات أو المؤسسات أو الجمعيات من أجل حجب أو تصفية هذه المضامين. ولقد قامت بعض الشركات بإقامة دعوى ضد جامعة تورنتو، وعلى وجه الخصوص ضد رئيس الجامعة، لا سيما من طرف لأننا كنا قد حددنا أحد هذه الأدوات واستخدامها في اليمن تحديدا. ولكننا وبغض النظر عن كل ذلك سنمضي فعلا في أبحاثنا، وسنمضي أيضا في ملاحقة ودراسة وتصنيف وتحديد كل تلك الشركات التي لا تلتزم بهذه الاعتبارات الأخلاقية. أنا من الاتحاد الروسي، حيث أننا نقوم في الاتحاد الروسي بعمليات التصفية والحجب لعدة سنوات. ففي الاتحاد الروسي يجري تحديد ما هي المضامين التي ينبغي أن تبقى في الشبكة أم لا، وذلك من طرف الهيئة الناظمة، وإقرار بعد ذلك حذفها أم لا. وهذا يعني أنه بهذا الخصوص يجب تحديد أو بالأحرى تقييد الوصول إلى الشبكة. فحجب المضامين تتعلق بشكل أساسي من أجل حماية المجتمع من آفات عديدة مثل المخدرات أو الانتحار أو غيرها من الآفات الأخرى. وأيضا فيما يتعلق وهي الهيئة الناظمة التي أو الوكالات الأخرى التي
تقرر ما ينبغي حجبه أم لا. أو تلك المضامين التي قد تتهدد الأمن الوطني، فليس هناك من أي دليل خلال السنوات الست الماضية التي تمارس فيها الرقابة في الاتحاد الروسي من أن لذلك نجاعة واضحة أو مؤكدة. فإن نقول الجرائم ارتفعت، وارتفعت أيضا الجرائم المتعلقة بالمخدرات، والإحصائيات تدل في الاتحاد الروسي على ازدياد هذه الجرائم. ومن جانب آخر، فإن الغموض أو اللبس يسيطر فعلا على تلك المصادر التي يجري حجبها أو فرض قيود على بعض المواقع المضيفة، ويجري ذلك خارج أي شفافية. وهناك أيضا أمثلة عديدة، مثلا ديلي موشن قد تم إيقافها نهائيا في الاتحاد الروسي، وليس هناك من أي وسيلة قانونية يمكن من خلالها إزالة أو إخراج هذه الشركة من قائمة القائمة السوداء. كما وأنه يجري أيضا إيقاف بعض المواقع أو المدونات بحجة أنها تهدد لأغراض إرهابية أو غيرها. فهناك في الاتحاد الروسي إجراءات لإنفاذ الإيقاف أو حجب المضامين، وحجب ذلك خلال مدة قد تطول عما هو مطلوب. اليوم في الاتحاد الروسي عدة آلاف من المواقع التي جرى حجبها، وقد جرت تصفية أكثر من 100,000 مصدر، أو تم أيضا وضعها تحت المراقبة الشديدة. وفي الواقع وبسبب كل هذه الرقابات المتشددة، تم إيقاف، لو صح التعبير اليوم، تطور واستدامة نمو الشبكة في الاتحاد الروسي. وإنه باسم عدد من المبادئ قد تم إيقاف فعلا تطور شبكتنا، ووضعت تحت الخطر المستمر. والتحليل المضمون لم يعد ممكنا. وفي الاتحاد الروسي لا مشكلة فعلا من حجب الوصول إلى مضمون ما. إن الشركات الماردة لخدمات الإنترنت تقيد الوصول، والأشرار الحقيقيون هنا هم الذين يهدرون مواردهم، وأولئك الذين يستخدمون بشكل سيء بعض المواقع، مثلا حجب بعض المواقع التي
تستخدم من طرف بعض الأشرار وبعض شركات توريد خدمات الإنترنت تقوم بذلك عبر تعديل بناها التحتية، مثلا ما حصل في مصر بالنسبة إلى بعض المواقع التي تعرض صورا خلاعية. وعندما نتحدث عن حجب المواقع يجب أن لا نتحدث فقط عن الجانب التقني، لأن هذه مسائل لطالما تكون سياسية. بعض الحكومات تبدأ بحجب مواقع المعارضة لأسباب ولأغراض سياسية. هل باستطاعتي أن أتحدث لدقيقة إضافية؟ حسنا، ربما الملاحظة الأخيرة. أشار الزملاء إلى سبعة وسبعين أربعة وخمسين كوصف للمعلومات التي تأتي من الدول كافة، وأنا أطلب منكم بأن لا نتحدث عن الحجب الممكن أو المحتمل حتى نتحدث عن الحجب كعمل غير شرعي غير قانوني. والوقت استنفدت وقتي، و أود أن أتحدث عن تنظيم الإنترنت في الاتحاد الروسي، وباستطاعتكم أن تطرحوا علي سؤالاً. سؤال لألينا ألكسندر، هل تحدثتم أو ناقشتم المواضيع المتعلقة بالكلفة المتأتية عن هذه الممارسات؟ باستطاعتكم أن تلتقوا وتتبينوا كيف توزع هذه التكاليف ومن الذي يدفع هذه التكاليف؟ نعم، في الاتحاد الروسي كل أو حتى في عدد من الدول كل تحميل يجب أن يكون له أثر كلفة أو متعلق بالكلفة، وبالتالي كل حجب للمواقع وحسب قانون الحجب لا يتطلب أموالا ولا تدفع كلفته من ميزانية الفيدرالية، بل يحصل الحجب على حساب ISPs أي شركات الموردة لخدمات الإنترنت، وهذه الشركات يجب أن تستخدم أجهزة وبرمجية للغربلة وغربلة المعلومات، وكذلك يجب أن يكون لديها حزمة من هذه التجهيزات. نعم، إذن الكلفة الفردية إذا ما جاز القول تقع على المستخدم النهائي. نعم بالضبط، وحتى لو لم تكن الأنظمة مطبقة حتى الآن حول هذا الموضوع. سؤال من القاعة، تفضل. طب صباحكم، اسمي بيتر فيرسن من سي سي تي ال ديز من أوروبا الشرقية. نسمع عن دي ان اس اتش بي تي اف، وأسأل إذا ما كان بالإمكان أن أربط هذا الموضوع بموضوع الحجب. سأجيب على هذا السؤال وسأتوسع. توجه جديد ربما لم تسمعوا به وهو التالي: وضع خرائط لأسماء المواقع لن يتم عبر نظم مخصصة لذلك ولإعطاء الأسماء، بل المحرك على الشبكة العنكبوتية يسمح بأن يعطي الشكل نفسه للمواقع التي تتخذه صفحات الويب. هذا يعني إن الطلبات التي توجه لنظام
لتحديد المواقع يمكن أن يستخدم بوابات مختلفة على الويب، ولكن بيتر أشار إلى تكنولوجية تنقلنا من موقع ما إلى عنوان ما، وبدل أن نستخدم خدمة من أجل توزيع الأسماء باستطاعتنا أن نستخدم مواقع الويب وصفحات الويب التي تحمل المضمون عادة. والقاعدة 1.3 الأمنية قد تسمح بذلك، ولكن كل ما يتعلق بحجب العناوين أو غربلتها أو عادة تحويرها لن يعود يعمل على أساس دفع الكلفة من طرف المستخدم النهائي. وبعض الشركات تود أن تمنع بعض الأنظمة من الاتصال بالبوتنت أو اتصالي أو الارتباط بمواقع القرصنة، وهذه يمكن لا يمكن اعتراضها لأنه لا يمكن استنباطها أو كشفها على الإنترنت. وهناك موضوع آخر يمكن أن يطبق عليه تقنيات الغربلة، وخاصة أن موضوع الاحتكار أو موضوع احتكار القلة أو الأقلية من الموردين للخدمات يمكن أن يكون لديه دوافع خاصة، ويمكن أن يقوم بالحجب وبالغربلة لأسباب ولا لمآرب خاصة. وبالتالي بما أن التكنولوجيا ليس لديها أي مبادئ أو ليست لديها مراجع مبدئية أو قائمة على القيم أو على الديانة، فهذه يتم القيام بها بشكل تلقائي. حسناً، إن طريقة عمل هذه العملية المعيارية منذ فترة والتشفير أو الترميز بين ضعف نظام الدي ان اس، نظام تحديد الاسماء، اسماء المواقع، و الان باستطاعه الاي اس بيز ان يقوموا بذلك ويوزعوا المضمون على مختلف المواقع. والان تتجه كل الشركات المورده لخدمات الانترنت نحو القيام ب مراقبتها الذاتية أو تحكمها الذاتي بهذا الموضوع، وذلك على حساب خصوصية الأشخاص والبيانات الخاصة. ونحن أو شركات الموردة للإنترنت ستطبق TLS ولا يمكنها أن تمتثل بالـ GDPR أي القانون العام لحماية البيانات إن لم تطبق أو إن لم تبرم اتفاقات حول ذلك. وهذا يضع DNS بمواجهة الـ HCPS والـ DNS، ويجب أن تختار الشركات بين الاثنين. إذن باختصار موضوعان مهمان هنا يجب أن نقر بهما. أولا، هذه حالة خاصة فيما يتعلق بحجب تدفق أو التغذية أو تيار المعلومات، وهذا يمكن أن يكون حالة خاصة، وقد يختلف ذلك عن اعتداء أو هجوم سيبرني على آلة معينة، ولا يمكنك أن تميز بين الحالتين.
هذا أولا. إذن هذه حالة خاصة كما قلت. الموضوع الثاني الذي أود أن أشير إليه هو أن ما أشرنا إليه هو مجموعة من البروتوكولات المتعلقة بالحجب المسبق لبعض المواقع، والفايروولز تسمح بذلك وتضع كل حركة تناقل المعلومات تحت إطار الـ HGP والـ HGPS، هذين البروتوكولين. ولكن باستطاعتك أن تستخدم بروتوكولاً واحداً ويمكن أن تدخله أو تدمجه مع بروتوكول آخر للتواصل، وبالتالي بشكل تدريجي نرى أنه من منظار مراقبة الإنترنت يخال إلينا أن كل هذه الحركة، حركة انتقال المعلومات، يمر بالإنترنت بروتوكول بالآي بي. لكن هناك خدمات كثيرة ومواقع كثيرة على الويب لا تستخدم هذا البروتوكول البتة، ونحن نحاول أن نتصور ذلك ونتصور العملية التقنية للحجب وللغربلة التي يمكن أن تفتعل عمليات مضادة للحجب والغربلة، وهذا قد يكون صفقة أو اتفاق غير مربح بالنسبة إلينا. ولقد ابتعدنا عن الفكرة القائلة أنه يمكن أن نقحم بكل هذه المواقع في بروتوكول أو في ظل بروتوكول واحد. في بعض الأحيان نعتقد أن الإنترنت قائم على بروتوكول بسيط جدا، ولكن من خلال هذا النقاش نلاحظ كم أن هذا الموضوع أكثر تعقيدا، خاصة عندما نتحدث عن الحجب والغربلة. في بعض الأحيان نحتاج إلى حلول مبسطة أو بسيطة و يمكن تطبيقها في هذه الحالات. من بين هذه الحلول المبسطة العودة إلى نظام تحديد أسماء المواقع، ولطالما نحل المشاكل عن طريق حجب العناوين، وهذا ليس بالأمر السهل، وهذا موضوع يجب أن نفهمه من الناحية التقنية، وكذلك يجب أن نفهم أن هذه أدوات الغربلة هذه معقدة جدا وقد يتأتى عنها آثار كثيرة لا تحمد عقباها إذا ما جاز القول. حسنا، الكلمة الآن لآشي حتى يختتم هذه الجلسة بالقول كيف أن هذا يؤثر على الأجيال المقبلة. ماريكو كوباياشي ممثلة الشباب، وهي من جامعة كيو في اليابان. حسنا، في هذه الجلسة أود أن أتحدث عن أثر كل ذلك على الشباب وعلى الجيل المقبل. والنقطة الثانية التي أود أن أتحدث عنها هي تجربتنا نحن في اليابان، وكيف يمكننا أن نواجه هذا الظروف وهذا الوضع في المستقبل. أثر ذلك على الشباب، أولا ثلاثة مستويات لهذا الأثر. الأثر على التعليم، إن حجب المواقع يمكن أن يحد من الوصول إلى بعض الموارد الأخبار ومضمون الأخبار وغير ذلك. ثانيا، حجب المواقع يمكن أن
يؤثر سلبا على التدفق الحر للأفكار، أكان في الموسيقى والفنون ونشاطات أخرى يحبزها الشباب ويميل إليها الشباب. وثالثا أغلبية الشباب يستخدم الإنترنت كبنى تحتية من أجل عمله، وبالتالي أن هذا ممارسات الحجب يمكن أن تقصر وتحد من مجالات عمل هؤلاء الشباب. هذه هي النقاط الثلاثة التي كنت أود أن أشدد عليها. والشباب يجب ألا يفوت فرصة تبادل الآراء والأفكار، وكذلك العناصر المتعلقة بعملهم. أود الآن أن أتحدث عن تجربتنا في اليابان. في هذه السنة أعلنت الحكومة to protect the copyright of the comics. طلبت الحكومة أن يتم حجب بعض مواقع من طرف شركات توريد الإنترنت، يعني بذلك حجب المقرصنين، وما زلنا بصدد مناقشة هذا الموضوع، وكذلك وهذا مع الحكومة ومع المحامين والمنظمين. ولكن هيئة المستخدمين قد شددت على المستخدمين النهائيين والفكرة التي تشدد على الإنترنت العالمي. وبالطبع هناك نزاع بين واضعي السياسات من جهة والمستخدمين من جهة أخرى، ويجب أن نحدد الخطوة التالية هنا. ما الذي يمكن أن نفعله في إطار التحليل؟ أولا إن الشباب يمكن أن يكونوا في موقع حيادي، وباستطاعتنا أن نربط كل أصحاب المصلحة ونشركهم في هذا النقاش. المسألة الثانية، المهندسون الشباب الذين يقدمون التكنولوجيات يمكن أن يركزوا على هذه الحلول، وبعض المهندسين عملوا على توحيد المعايير في الـ ITF و IGDF، وباستطاعتهم أيضا أن يسمحوا بالترميز على الإنترنت أو التشفير على الإنترنت. وبعض الشباب، بعض المهندسين الشباب يمكن أن يطوروا تكنولوجيات جديدة تميز بين طبعة وأخرى. Next, really, what we can do, what the young people can contribute to this problem. هذه هي الحلول التي أقترحها من منظار التجربة اليابانية لهذه المشكلة. حسناً. أمامنا 18 دقيقة من أجل أن نناقش كيفية إشراك الجميع، أو 80 دقيقة من أجل إشراك الجميع في هذه المسألة بانتظار الجلسة التالية. وتجدون محضر هذه الجلسة على خط الإنترنت، ويسرنا أن نواصل هذا النقاش. Thank you, Bill. No, I just wanted to thank you all. شكرا. أود أن أشكركم جميعا على مشاركتكم وعلى هذا الحوار. جلسات كثيرة قد خصصت لأثر حجب المواقع وغربلتها من منظار المستخدم، ولكن كان يجب علينا أن نستمع أيضا إلى الرأي الآخر، رأي الـ ISPs والمنظمات التي تعنى بهذا الموضوع. وكنت
كلما واصلنا العمل على هذا الموضوع كلما تحسن الإنترنت. بالطبع هذا النقاش ليس مقفلا وهو مفتوح، سنواصل العمل في والمناقشة مناقشة هذه المواضيع في مواضيع الفنية في الاي جي اف. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لكم. كان أمامنا 80 دقيقة وقد انتهت الدقائق 80. شكرا.